يا السودان يا السودان. رفض شعبي يتجدد لتكليف محمد الشياع السوداني وتشكيله لحكومة محاصصة جديدة بعد ترشيحه للمرة الثانية من قبل زعيم حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون نور المالكي الذي كان ينتمي له السوداني قبل مسرحية استقالته من الحزب. السوداني الذي عاد ليكون مرشح الإطار التنسيقي الأوحد كان قد فشل في فرض ترشيحه إبان ثورة تشرين عام 2019 بعد أن تجاهلت الأحزاب وميليشياتها للأصوات المطالبة بالتغيير الجذري وعادت لسباقها المحموم على بيع وشراء المناصب في خطوة عدها مراقبون ولاية ثالثة للمالكي. للسودان باع طويل من الفشل الحكومي منذ تسلمه منصب محافظ ميسان فضلا عن تورطه بملفات فساد وصلت ذروتها في العام 2014 حين توليه منصب وزارة المالية وكالة حينما اختفت وقتها 150 مليار دينار عراقي من أموال الميزانية العامة بعد أن لعب دورا محوريا في التغطية على جرائم المالكي خلال توليه منصب وزير حقوق الإنسان ما ساهم بتعزيز ثقة المالكي فيه والدفع به لرئاسة الوزراء بعد عام من الانسداد السياسي. حكومة العودة إلى الوراء والمربع الأول التي أدخلت البلاد بواحدة من أسوأ مراحل عراق ما بعد 2003 بعد أن شهدت اختفاء نحو 550 مليار دولار من الخزينة العراقية. حقبة سوداوية مليئة بشحن طائفي قادها المالكي بنفسه وعبر عنها علانية فيما بعد بتسريباته الصوتية فضلا عن عمليات القمع الوحشي لتظاهرات المدن المنتفضة قبل أن يحيلها إلى مدن منكوبة بذريعة الحرب على داعش. حكومة يعاد إنتاجها عبر تدوير ذات الوجوه الفاسدة بعد إقصاء الصدر وتياره عن المشهد بقوة السلاح ضمن دوامة الاقتتال التي شهدتها العملية السياسية قبل الولادة العسيرة لحكومة الاحتلال التاسعة التي يتوقع أن ينتهي مصير رموزها بالسحل على يد الشعب كما عبر عن ذلك المكلف الأسبق بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي.